خلينا اقترب من مشهد اكتر معايا ست اللواء احمد الفولي. مساء الخير يا ست اللواء. مساء الخير يا كابتن شوبير، ازي حضرتك فندم؟ واعزيك في طريق مباشر. نعم، اشكرك على عزائك لينا المصابنا. يعني ده مصاب الرياضه برضه. طبعا طبعا طبعا، يعني ده ابنك طبعا، بطل منتخب مصر في البولو، يعني مش شهيد الشرطه فقط، ده شهيد الشرطه والرياضه. شاكرين جدا ليكم كلكم يا جماعه. لا يا فندم، كتر خيرك. ايه اللي بيحصل يا فندم؟ هل هناك نوع من يعني انا اعتقد انه الاستاذ فرج العمري كان معاك، ما كانش كان معايا جدا، كان معايا لحد شهر بس. اه، وانت كنت ضمه في قائمتك يا فندم في الانتخاب؟ طبعا طبعا طبعا، انا كنت بدافع عنه، هو انت عارف. اه، ما عشان كده بس انا مستغرب يعني. وانا كنت دائما داعم ليه يعني. كويس، ايه اللي حصل؟ انت ليه شلته من اللجنه الفنيه؟ بعد انا ما قلت لا، هو يعني الموضوع انا بدايه المشكله ان انا زكيت الاخ محمد علي ابو زيد عضو الاتحاد ان هو يعني ينزل الانتخابات عشان يتولى رئاسه بقيه المده مكاني. اه، وكنت قاعد انا وهو وفرج وهم على علاقه ببعض كويسه جدا، واصدقاء وشركاء عملهم الخارجي. تمام. خارج. المهم هو غضب يعني، زعل، قال لي يعني ليه؟ طب مش انا ليه؟ قلنا له انت خليك انت نائب رئيس او قائم بعمل، يعني زي اللي هو بيحل محل الرئيس في غيابه. ومحمد علي هو راجل بيمول الاتحاد تمويل كبير جدا وايدي بيضاء، والراجل عنده راجل بيزنس مان، ويعني يمكن بيسافر كتير، وانت كده كده انتوا الاثنين اخوات وعادي. فبدأت الحرب عليا ازاي ازكي يعني اخونا محمد علي. ومن هنا طبعا سفرت البعثه بتاعت اذربيجان اللي هي بتاعت ليه اقناه من اللجنه الفنيه. انا طبعا انا اللي كنت مزكيه رئيسا للجنه الفنيه في الاتحاد العربي. تمام. ودي يمكن عملت لي مشاكل شويه، انما الناس اكبرتني وكبروني وقالوا لي اللي انت شايفه. نعم. ماشي. كانت البعثة في مدرب كان بيتكلم على الفيسبوك بيقول البعثات العربية ما جابتش نتائج كبيرة جدا في أذربيجان. مصر جابت 3 برونز، والأردن جابت 1 ذهب، السعودية ما جابتش، لبنان ما جابتش، دول الأربع دول اللي اشتركوا. فهو رد، دخل في الحديث وقال والله دي سياسة فنية غلط للاتحاد العربي. فالناس زعلت. احنا عندنا لجنة أمور طارئة اللي هي الرئيس والأربع نواب. نعم. فعملنا اجتماع كده على بالتمرين بسرعة وأقناه وعيننا محمد إسحاق اللي هو رئيس لجنة المسابقات، حطيناه مكانه رئيس لجنة فنية، وحطينا محمد شعبان من مصر رئيس لجنة المسابقات. محمد إسحاق مصري يا فندم ولا مش مصري؟ لا، محمد إسحاق ده من اليمن. تمام. اه، اللي هو كان اصلا عايز يبقى رئيس لجنه فنيه. نعم. صراحة. وجبت محمد شعبان من مصر بقى عضو اللجنه الفنيه. بقى رئيس لجنه مسابقات. بقى رئيس لجنه مسابقات، اسف. مكان نعم. محمد اسحاق. تمام. المهم طبعا هو عايز يرد على هذا. فقال لك لا، احمد ما يحضرش اجتماعات الاتحاد التايكوندو بصفته الدوليه عشان رئيس نادي الزهور. المهم هم اجتمعوا مع الباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه. فقال لهم شوفوا، انا واللجنه الثلاثيه بتاعت خارطه الطريق وكلنا لا بنقول اللي هو احمد الفوزي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الافريقي، من مصلحتكم ان انتوا يبقى موجود، وده موجود في اللائحه عندنا ان العضو الدولي بيبقى موجود. وطلع خطاب رسمي بهذا امس. امبارح يعني المفروض كان يبلغ للاتحاد التايكوندو اليوم. معرفش الاخ كردي بعته لهم ولا لسه. بس اصدر قراره بهذا. هم طبعا في الاجتماع بتاع يوم 11 انا طبعا ما حضرتوش، هو ما واجهليش الدعوه فما رحتش، مش معقول افرض نفسي. المهم في هو معاه 3 قالوا لا احمد الفولي ما يحضرش. في محمد جاد ومحمد شعبان واميره قالوا لا يحضر. احمد سلطان قال لا نستنى رد الوزاره. طبعا فوجئت امبارح بقى ان هم في الجرايد بقى والمواقع لا، الاتحاد التايكوندو يمنع احمد الفولي. انا في حاله
وفي عزاء وفي شهيد و... وانت عارف الحاله اللي الاسره فيها. نعم. كابتن احمد. نعم. يعني مش عارف يعني ارد اقول ايه. ارد اقول ايه؟ انا نائب رئيس الاتحاد الدولي يعني ده هو ده انا. طب معلش يا فندم ما تزعلش مني، حضرتك نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس نادي الزهور، ايه اللي هيفرق معاك انك تحضر اجتماعات اتحاد تايكوندو بصفتك عضو؟ ولا يعنيني في شيء. انا ولا يهمني ان انا احضر ولا ما احضرش يا كابتن احمد. انت عارف انا مسخر نفسي ان انا اخدم بلدي في اي موقع. والله العظيم ادعم في اي مكان. واسالهم اسال الحكام، اسال المدربين، اسال اللاعبين، اسال اولياء الامور. انا بعمل ايه لمصر؟ ليه ده هي كده؟ انت معاشرنا من زمان وعارف. لا انا اسال نفسي، انا عارف دور حضرتك. اسال نفسك يعني. انا طبعا، بس انا الحقيقه برضو شايف انها مش لطيفه ان حضرتك تبقى كل هذه المناصب الكبرى وتصبح عضوا في اتحاد التايكوندو بصفتك الدوليه. ولا حاجه. طب ما انا كنت رئيسه. نعم. بس انا كنت رئيسه وسايبه بمزاجي. تمام. يعني انا مجرد ان انا ببقى يا اخوانا انا محتاجين ايه اعمله. تمام. وانا في نيتي يعني انا مش قابل للوضع ده خالص. ايوه. ويعني انا بشكر طبعا السيد وزير الرياضه على اقراره حضوري، وده حقي وفقا للوائح ان العضو الدولي بيبقى موجود. نعم. للخدمه، للمساعده. نعم. يعني لفائدتهم هو. اذا كان الكابتن فرج فاضل له 40 يوم والانتخابات المفروض تجرى لشغل مكان الرئيس. يعني ليه كل ده؟ وكنت لو كنت تزكيه فرج اللي طول عمري بزكي، طول عمري بزكي هذا الرجل. يعني خلاص من شهر بقيت انا وحش وانا الراجل اللي هل حضرتك في انتخابات؟ حضرتك قلت ان الانتخابات المفروض فاضل لها 40 يوم، بس واضح من كلام حضرتك انه احتمال الا تجرى. يعني والله تجرى ما تجراش انا مش في دماغي هذا الكلام خالص يا كابتن. طيب حضرتك يعني الخطاب هيصدر وبعد كده حضرتك لن تحضر الاجتماعات، بس كنت يعني نوع من انواع رد الاعتبار من الوزاره يا فندم؟ والله كتر خيرهم وانا بشكرهم. انما انا في خدمه الاتحاد المصري زي انا في خدمه الاتحادات العربيه والافريقيه. وانا بخدم مصر في كل موقع. بس مش اكتر من كده. سيادة اللواء احمد قول اكتر من كده. نعم. يا فندم بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل توفيق.